حول نظرية التطور، قدمت فيديو قصير عن الفرق بين عدنان ابراهيم واياد القنيبي في تناولهما لموضوع النظرية، وقلت بانهما لم يقدما شيئا جديدا، انما هما انطلقا من مبدا اساسي ان هنالك نص، وهذا النص هو الذي يحدد معيار صحة النظرية من عدمها. ومن بين التعليقات التي اتتني، قال لي احدهم بان او اسمه اكس 5 تي يعني something like that. قال انه شتان بين الظلمات والنور وان كلامك غير مفهوم وهنالك فرق بينك وبين مثلا الدكتور اياد واسلوبه في الطرح وعلمه وحججه قلت له بالتاكيد هو عنده طرح مقنع للجميع والسبب ليس لانه مفتهم وما يقول بل لانه عندما يتحدث معكم يتحدث في اقصى الاحوال 50% و60% من كلام ايات وكلمات وعبارات ومقدمات و وضمن الكلام تجد احاديث وما الى ذلك وكلام هذا كله مسبوك في لغه تعودتم على سماعها منذ الطفوله، يعني تمد ان تتفتح عينيك على الحياه وتجد هؤلاء يتحدثون معك بهذه اللغه، طبعا انت لا تفهم هذا, هذا الكلام لانه ما معنى حتى ما عندما تسال تسال اي واحد من هؤلاء يقول لك أنا, انا اسمع اسمع ياد القنيبي، اسمع عدنان ابراهيم، اسمع الامام الجامع افهمه. فبالتاكيد تفهمه لانه انت تظن انك تفهمه لكن بالحقيقه انت لن لا تفهمه لان كل ما في الامر انت تعودت على سماع هذا الكلام. لا اكثر ولا اقل. يعني بالضبط شخص مثلا الان نجار بينهم بينهم وبين بعضهم النجارين كلام مفهوم، عندما انت تاتي اليهم فستجد في كلامهم مصطلحات وعبارات وثقافه خاصه بهم وحدهم، فبالتالي يبدو عليك الكلام او الحوار غريب، لكن مع الزمن اذا انت حياتك كلها تعيش معهم، حيصير عندك الفه مع هذا الكلام، ليس بالضروره انت فهمت الكلام كله او كل العبارات وكل المفاهيم والمصطلحات التي يستخدمونها، لكن لديك فكره عن كل شيء، وهذه الفكره ليس بالضروره صحيحه. انت تعتمد على شر... على على ثقافتك على وعيك على قدراتك على مزاجك على, على... يعني عوامل كثيره تدخل في هذا الموضوع فهذا الشخص عندما يقول الشتان بينك بين الظلمات والنور وبالنسبه للنور انه هو يسمع شيء مالوف بالنسبه لانه هو مدركاته المعرفيه وانساق المعرفيه محدده في اطار وضع فيه اصلا يعني هو لا يعرف بانه موضوع ضمن نسق معرفي مرغم عليه يخرج الى السوق يجد هذه الانساق المعرفيه نفسها تكرر عليه والمصطلحات والقيم والفرائض والصلوات والايات والاحاديث نفس اللغه تتغير تتكرر يوميا واذا تغيرت فتغيرات ملاحظه بشده يعني نادره جدا بل اي تغيير راسا يسبب شوك يعني يقول لك هناك شيء غريب اذا ما متعود عليه فاقول له لهذا الشخص وامثاله بانكم تعودتم على سماع الكلام المعسول البلاغي المحشو بالمصطلحات وما تسمونه حجج هذا هو اصلا ليست بحجج انما انتم يوميا تستمعون لها لكنكم لا توجد لديكم حتى الفرصه لمناقشتها وفهمها الفهم الدقيق وعندما تحاول ان تفهمها يقول لك انت ليست جديرا بفهمها شوف محاصر انت محاصر من جميع الجهات حتى عندما تريد ان تفهمها او حتى عندما تحاول ان تقول هنالك بعض الاشياء انا لا افهمها يقول لك لا المشكله فيك انت ليست لديك المعلومات الكافيه لفهم هذا الشيء، وعندما تاتي اليهم يقول لك كلامنا مفهوم، عندما تاتي اليهم يقول لك لا انت لا, لا ليست لديك معرفه جيده بعلوم الدين. فهذا الشخص نفسه الان اللي يتهمني بان كلامي غامض وغير مفهوم هو نفسه عندما لا يفهم شيئا من الدين وعندما يعني اذا هو ارتقى شوي حاول يرتقي شوي اكثر ويقول اذا يقول ما انا هذا كلامكم ما افهمه، يقول له لا هو هو هذا الدين مش سهل، الدين صعب مش اي واحد يفهمه. بينما الصعوبه في الدين بالنسبه له مقبوله. لان متعود عليها ومتعود انه يكون تابع وهنالك من اتخذ منصب الوصي عليه يعني ولي الامر فبالتالي هو انسان تابع لهؤلاء وعندما يقول هذا الشيء كثير عليك او لا تفهمه او لا تدركه لا يتقبله وعندما ياتي عليه ويقول تعال هذا المفهوم غامض ما معنى الإسلام؟ هو هذا نفسه اللي يتحدث يقول لك انت كلام غير مفهوم، يقول له حسنا هذا الكلام الذي يتحدث به اياد القنيبي وعدنان ابراهيم والاف من امثالهم من من رجال الدين، يقول له تعال ما معنى الدين؟ اعطيني تعريف اعطيني تعريف الاسلام. اعطيني اعطيني معنى الوحي شو؟ لا تجيب لي ايات واحاديث وتدوخني، راح تدخلني بدل بدل ما ان تفكك وتحلل المفهوم وتشرحه لي بسهوله انت لا راح تجيب لي مفاهيم جديده وتعقد الموضوع اكثر من السابق، فهذا يقول لك لا هذا سهل احنا فاهمينه. انت بالحقيقه ما فاهمه انت متعود عليه فقط يا اخي انت متعود عليه لماذا ليس لانك كنت تريد ان تتعود عليه لانه ما يعرفون اللعبه ما هي اللعبه يكرر عليك يوميا نفس الكلام الجوامع موجوده يوميا تكرر عليك الكلام المفروض يوميا لابد ان تؤدي الصلوات الخمسه او الثلاثه عند الشيعه او لازم تؤدي يعني تروح للحج تريد ان تتزوج يجب ان تستشير الشيخ يجب ان ياتي الشيخ ليعقد عليك يجب ان تعرف ما هي قواعد الحجاب ما هي ما كيف تصوم كيف تفطر فانت داخل في هذا المؤترك اليوم ومن هذه المصطلحات والكلمات بحيث انت تستورب اي شخص يتحدث بلغه مختلفه عنك فهذه العمليه ليست صدفه انت تعتقد هي انهم هؤلاء يقدمون لك معرفه ممتازه لكن بالحقيقه هم يكررون عليك الكلام نفسه يوميا يوميا الى ان ترضخ وعندما يلاحظون لديك بعض الخصوصيه وبعض الم... يعني عندما تحاول ان تفهم يعرفون جيدا كيف يرهبونك ويخيفونك ويحولونك ويحاولونك من انسان يريد ان يفهم ويريد ان يكون شخصيته الخاصه الى انسان لا لا يعرف كيف يتصرف بدون استشارتهم ومعرفتهم ورعايتهم ووصايتهم. مثلا يقول لك هذا هؤلاء علم خطير وكبير ما هو علم اياد القنيبي مثلا حتى دينيا لا لا قيمه لعلمه واسال اي شخص على مستوى جيد من المعرفه الدينيه معرفه الدين واموره وشؤونه يعني هو مشروع الاساسي ان يهدم العلم كل ما كل ما له علاقه بالعلم هو متخصص في تفنيده طبعا كل كل حجج حول العلم كلها باطله ولا قيمه لها على الاطلاق. وهنالك من ردوا عليه لكنكم لا تستمعون لاناس يتحدثون او يكتبون ضد القنيبي. هناك عشرات الفيديوهات تقول لك القنيبي واحد اثنين ثلاث كل كلام حول العلم وحول التطور هذا كله كلام غير معقول ومن بينهم مسلمين يعني متدينين على مستوى عالي. لكنكم لا تستمعون اليهم، لماذا؟ لانه عنده كاريزما، كاريزما دينيه يبهرك بهذا الشكل الشكل الثلجي الجليدي ويقدم لك وينظر اليك بدقه ووجه جامد لكن شفاهه تتحرك ويكرر بين كل اربع خمس كلمات يكرر كلام يعني بحديث او بآيه وهذه هذه الطريقه تتكرر عليك دائما فلا انت تستوي يعني او تنطبخ تنطبخ ذهنيا وينغسل دماغك على هاي الطريقه، هو ممكن مثلا اذا تشغله ممكن يشتغل اسبوع على هاي الطريقه، واذا تريدون بالمناسبه اذا واحد منكم يريد يتعلم طريقته جدا سهله. مجرد تخصص ثلاث ايام اربعه صدقوني يعني تدخلون طريقته 100% واللي يريد يدور فلوس يعني ومتابعين ممكن يعني اذا استمر على هاي الطريقه يعني ينشر فيديوهات على مدى سنه مثلا ممكن يصير عنده مليون مشترك، صدقوني يعني يعني مساله مربحه. ومفيده لانه ممكن ناس بسطاء ما يعرفون شنو الموضوع فنسال السؤال ماذا قدموا لكم هؤلاء؟ اولا هذا السؤال الاول ماذا قدم ما الذي اضافوه لكم؟ مجرد كلام معسول نفسه يتكرر بطريقه او باخرى. لا شيء هم بس يشعروك بانه فيه نوع من الاختلاف يضيف لك يعني الاشياء الجديده اللي طلعت على واقع الحياه هو نفس الديباجه القديمه اللي عمرها الف سنه يجي يدخل ضمنها مثلا العلم، المنطق، الحجج العقليه، التطور هذا شوف احنا لدينا موقف فتشعر بانه هو معاصر جدا لك لكنه بالحقيقه هو الهيكل نفسه يتكرر الهيكل اللغوي والبلاغي والمؤثرات النفسيه او او وسائل التاثير على على العقول وعلى النفوس ومغازله المشاعر وما الى ذلك منذ الصغر هو يتعلم كيف يؤثر على الاخرين كيف يظهر بشكل ممتاز يعني يعلمون قواعد اللغه العربيه السليمه مخارج الحروف يعلمون كيف يتصرف كيف يتحدث كيف يكون خطيبا مفوها هذه كلها مظاهر تسحرك لكن هي فارغه ما لها قيمه انا ما طفولتي ما تعال انا عمري كله بس اقرا واكتب لا لا اريد ان اؤثر عليك نفسيا اريد فقط ان اوصل لك فكره لكن انت الناس اغلبيتها لا تطلب الفكره تطلب الشكل العام وهذا الشكل يوفره رجل الدين ورجل السياسه ايضا ليس رجل الدين فقط فهو دائما يريد يبهرك يسوي عمليه انبهار شكليه ويستغلك بعبارتين ثلاثه ويكررها اكثر من مره بطرق مختلفه يعني كل كل ما يفعله هؤلاء في غايه الـ 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 الوصوليه وغايه الخبث وايضا لا ويفتقد الى النزاهه بشكل لا يقبل الجدل ايضا هؤلاء عندما تجي تقول لك هذا هؤلاء لديهم حجج علميه ولديهم خبرات عاليه، خبرات عاليه، يقول لك هذا لا هؤلاء لا ليس لديهم ما يستحق الذكر، وبدليل يتبعهم الملايين. الانسان المفكر الذي يقدم شيئا له قيمه للناس لا يتبعه كثيرون، بالعكس هذا عندما تقول هذا يتبعه ملايين يقول لك اذا هذا فيه مشكله. مشكله خطيره، خطيره جدا. والبعض قلت هذا الكلام يهرب الناس من عندك قال أنا خليه يهرب أنا ما أريده يعني أنا مو هدفي هؤلاء لان هذا ما راح يستمع لك هو فاقد القدره على الاستماع بشكل جيد وفاقد القدره على الفهم وبالعكس هذا الشخص الذي يستثمره ويستغله ويدمر يدمر شخصيته وكينونته هؤلاء يجب ان ننقذهم ونفكر من اجل تخليصهم من انياب رجال الدين والكهنه والسياسيين الوصوليين او الشعبويين بالتعبير المعاصر والدليل كما قلت باكثر مره انت ما عندك تروح لأ... أ... أ... تروح تروح الى صفحاتهم ادخل على صفحاتهم واذا تدون الان ادخل وحتى تشوفون بنفسكم يعني هذه قناة امامكم هذه قناة الغنيبي أ... دخلنا على اخر فيديو له شوف بالله هو يا... يا اي فيديو هذا فيديو نشره ايوم العفو يو... قبل شهرين يعني. عن الجندر ما م... يهمنا الموضوع انا هذا لا على تاني فتحت اي شيء شوف مثلا أ... أ... نحن اقترح انشاء قناة احتياطية هاي كم كم تعليق 2484 تعليق لاحظ هذا 29 كي فبالتأكيد هؤلاء لديهم رأي لديهم فكرة لديهم أضافة لابد أن يكون هنالك اختلاف هو طرح موضوع موضوع شائك طبعا الان عندما تتحدث عن موضوع النوع الاجتماعي هو اصلا مشكله مش عربيه ولا اسلاميه هي مشكله غربيه مشكله عند الغربيين اكلوا والدنيا مقلوبه عندهم مشاكل لا اول لها ولا اخر واكثر من مشاكلنا احنا اصلا هذا الموضوع أنا ولا واصلنا ولا عندنا فكره عنه ولا وانا استغرب البعض يتحدث عنه الموضوع ما يخصك اصلا يعني ثقافه مختلفه وهذول يعني يعني موضوع واشكالياته لن أفهمها لا حتى انا اللي اعتبر نفسي منفتح لا استطيع فهمها فلا ندعي يعني معرفة فهذا الموضوع بالتاكيد يعني عندما يطرح شخص مثل قنيبي وعلي عدة ملايين متابعين كم متابع مليون 670 لا باس فبالتاكيد هنالك اناس لديهم اراء مثلا خلينا نشوف اقترح انشاء قناه احتياطيه لان هذه القناه معرضه للاغلاق في اي لحظه طبعا هي معرض الاغلاق يعني معرض يعني لشنو يعني هو مدعوم طبعا واكبر خدمه يقدمها للحكومات وللدول والا هو بشارب هسه يتصلون بالتليفون يسدون قناته فورا يقدر يفك حلقه يعني لكن عموما يعني والله يا دكتور لا اصبحنا نخاف على اولادنا يعني هذا ما في اي اضافه ما في دكتور كل امل المستقبل مشرق للامه الاسلاميه ما في راي مجرد تأييد وشكر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وهكذا اللهم عنا على قول الحق سئل الإمام الشافعي رحمه الله كيف تعرف تعرف أهل الحق في زمن الفتن فقال اتبع سهام العدو فهي ترشدك اليوم كلام 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 لا يضيف شيئا مجرد سير خلف ما قاله القنيبي أنا أضرب مثال بالقنيبي أنا لا أقصد القنيبي كشخص كظاهرة انها القنيبي يمثل ظاهره عمرها 1500 بل بل آلاف عام. هاي الظاهره هؤلاء هم الذين يقودون الناس بهذه الطريقه يفرغون العقول من قدراتها وطاقاتها الابداعيه ويحولون الناس الى عبيد تتبعهم مهما في كل ما يقولون وكل ما يفعلون اذهب الق نفسك في النار يروح يلقي نفسه لا يفهم اي شيء هنا الحمد لله الذي اكرمنا ونساله ان يحفظك من كل الشر دكتور بارك الله في جهدك من؟ حفظك الرحمن، جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا دكتور، لحظة استي لكن تلك الآيات الكريمة أثلجت صدري. طبعا هو كلام نص آيات وأحاديث فبالتأكيد هذا الشخص يقول له كلامك أثلج الصدر، اللهم احفظنا احفظ هذا لأنه هو متعود على هذا الكلام وهي نفس نوع من الرموز الاجتماعية اللي تحول المجتمع إلى قطيع، فبالتالي هاي العبارات هي بغض النظر عن معناها وقيمتها المدلول مش مهم. المدلول غير مهم المهم انه نحن متماسكون والكلام واللغه التي نتبادلها فيما بيننا هي واحده مثل النمل عندما تشوفون مجاميع النمل اكو عندما يلتقون مع بعضهم يتبادلون بعض المواد الكيميائيه او الرائحه ما اعرف اسمها الفريزون ما اعرف اسمها فهاي العبارات كلها خاصه التجمع الديني القطيعي انا ما اتحدث عن الاسلام عن اي دين بشكل عام واي عقيده ايضا فهم هكذا يتبادلون هالعبارات ليس الهدف منها ان تفهم معناها لا لا يوجد معنى بالتالي شوف شوف التعليقات 2800 تعليق ما فيها شيء لا شيء والبعض يقول لا ارسلوا هذا الفيديو لكل ام وكل اب ليحذروا حتى مجرد تحشيد للقطيع انه يقول لك هنالك خطر انتبهوا وهنالك شيء يجب ان نتفق وحفظك الله شوف الله جزاكم الله دكتور الله كل من يعلم يا ريت يا دكتور ترجمه محاضرات هذه تتكرر لا اعلم حقيقه كيف سيكون وعدنا وعينا تجاه هذه المخططات لولا هذه القناه جزاك الله كل الخير جزاك الله افتح الترجمه واكتب عنوان بالانجليزيه بجانب العربيه هاي طبعا الترجمه مال الاياد يعني 5000 واحد يطالبون بها حفظنا ما في يعني يعني اللي يشوف تعليقات ماذا ماذا منها لن يحصد لا معرفه ولا يزداد علما ولا فهما والظهر لا لا يمكن ان يفهم أي يعني هؤلاء معقوله هؤلاء الناس ليست لديهم اي راي يلوموني مرات يقولوا انت 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 تبالغ وهذا العلم العظيم اللي يقدموه ما ما اعرف ما هو هذا العلم اين هذا العلم؟ اين مصداقيه هذا العلم؟ هل اذهبوا الى الى الاساتذه المختصين، اذهبوا الى المرشدين الاجتماعيين، الى كليات علم الاجتماع، الى دوائر الدوله الخاصه بقضايا الشؤون الاجتماعيه، القضايا النفسيه، حتى القضايا الروحيه، اين هؤلاء؟ اين اين اثر القنيبي في في الواقع؟ لم تكتشف شيئا، لم تكتشف لقاحا، هذا الفتره الاخيره كان أن لقاح ال... لقاح الفيروس كورونا، ما الذي فعله القنيبي؟ لا علاقة له هو عدو العلم الأكبر وأنا عندي حلقة خصيصا راح أطلع حول هذا الموضوع لكي لا يتطاول علي أحد أنا ليس الهدف أتحدث ضد القنابي ليس هذا هدفي وأرجو أن لا تشاركوا الفيديو بشكل عام أنا أرفض هذا ما أريد أحد من جماعة القنابي يأتي يدخل إلى قناتي ويزعجني هؤلاء يعني ناس مجرد يدخلون يدافعون هو كذا وبروفيسور من تكون والكلام نفسه نفس الطريقة هنا اما هو مؤيد اعمى او مخاصم اعمى فهي بالحالتين نفس الشيء فلن لن نحتاج هؤلاء هؤلاء لا لا نفع فيهم ولا دفع هم لهم نفع واحد انه يتحولون الى حشود تسير خلف السيد الغنيبي او الامام عين او الشيخ صاد وهلما جره شوف شوف اريد جمله مفيده جمله مفيده اريد شيء يضيف لي يعني هسه هذا موضوع انا يعني بالعكس يا يعني ريت اشوف رجل دين يجي يضيف لي شيء يحرض ذهني على التفكير على عادة النظر بالامور زين هو لا هو هناك بالنسبه للقريبه هو نفس المنطقه هؤلاء بالمناسبه هؤلاء كفر أدوان ونحن يعني البطل الذهبيه او احنا احنا الحق وهم الباطل هذا المنطق هو المنطق البدائي البسيط الساذج هذا المنطق الذي لا علاقه بالمجتمعات البدائيه الان المنطق كيف تتحاور مع الاخر كيف تتفاهم اموره كيف تجد انه هاي المشكله انت تشعر بان لك دور تقدم دور انه مثلا هاي الموضوع ما شنو عن الجندر موضوع الجندر موضوع ثقافي يعني روح ناقش انا لي علاقه بالموضوع ليش ليش احنا مجتمعات ما لها علاقه بهذا الموضوع موضوع مهم وخطير ويكون ان راي راي عقلاني يعني مو مش راي مثلا ماذا قال فلان القنيبي ماذا قال الشيخ فلان هؤلاء لا, لا علاقه لهم بالعلم لا علاقه لهم بالوعي لا, لا, لا علاقه لهم بالمعرفه لا يفهمون ما معنى المجتمع الحديث لا يفهمون ما معنى الدوله الحديثه الاشياء تم واحده فقط احنا الصح وانتم غلط يجي يستلم الحكم ما يعرف شو الصرف هاي طالبان استلموا الحكم من الناس ما يتجوع وبطاله وعجز وكل شيء بالنسبه الى هذا الدين وحي مو الدين، السلطة القديمة والإمبراطوريات القديمة تعيش على هذه الطريقة، إنه هؤلاء إنه هذه الامبراطورية إحنا نصير الحاكم والناس ولي الأمر والآخرين الطاعة وواجب عليهم الطاعة فقط. أما أن أقدم لهم خدمات، أن أعمل خطط استراتيجية، أفتح شوارع، وأقيم علاقات مع دول العالم، أفتح مراكز بحوث علمية. هاي ما لها علاقة بها. لأنه هو ببساطة هو الدين ما هو الدين؟ مشير بسيط إنه أنا هناك طاعة الله ورسوله هذا المنطق البسيط هو هذا الدين كله لا لا شيء اخر بعد هو يسوي لك اياها ظلمه ويقول لك ان هاي القضيه ليست بالسهلة ومعقده جدا وتعتقد بانه هو هذا من اعظم يعني من اعظم الابتكارات ويقول لك هناك مليون كتاب لازم بس رجال الحديث لازم يراد لك عمر كامل حتى تقراها هي ما لها قيمه وحتى يجي واحد لك اليوم يتحدث وياي يقول انت هل تصل الى درجه علم عدنان ابراهيم؟ بقى انا ما يعني كرة قدم مثلا انا ما اصل لدرجة علم واحد خبير بكرة القدم. وكرة القدم انا يعني شنو شنو فائدتها بالعكس كرة القدم مفيدة أكثر من الدين. فأنت عندك دين وعندك منظومة نصية وكتب وبحوث حول هذا الدين ومؤلفات وقال فلان وحكى فلان بس هي الموضوع كله. أنت زبدة الموضوع ما هي هو أن طاعة الله ورسوله هي هاي. أن تطيع الله وأن تحولون إلى جماعة مطيعة هنالك ولي أمر لك تعبل. هاي الفكره ببساطه وحتى الفرائض وكل الامور هي لها علاقه بطاعه الله ورسوله، هذا على صعيد الاسلام، على صعيد المسيحية. هم عندهم نفس الفكره. فكره بسيطه بدائيه جدا. وما ماكو اي شيء فأنا يقول لك لا انت ما تفتهم بها، انت لازم أنت تطلع على كلها، على الاحاديث وعلى السير وعلى التواريخ وعلى علوم الرجال وعلوم الحديث وهاي سلفية ودولة وهكذا دخلك مثل كره القدم. يعني انت كره القدم مثلا يقول لك لا انت ما تفهم كره القدم. زين يعني انا اصلا انا يعني شنو علاقتي كرة القدم؟ هي مجرد لعبه مسليه، الدين ايضا مجرد حاجه روحيه كما يقولون يسموها انا اضحك من يقولوا له حاجه روحيه، حاجه خذها واسكت. اسكت بس الدوله الدوله ونظام وتفتح شوارع وتسوي خدمات وبنيه تحتيه وتسوي مدارس وتسوي مناهج تعليم ومناهج بحث وجامعات فشنو علاقه الدين بها؟ ما له علاقه هو يدعي يقول لك لا انا السلطه الي هؤلاء يعني يخرجون على على طاعه الله ورسوله وكفره كفرة على شنو يعني؟ كلام سمج وتافه ولا قيمه له ويضحكون به الناس يجب ان يخجل هؤلاء مما يفعلون عندما أتحدث عن عدنان على عين وراسي عدنان ابراهيم شخص احترمه واحبه ايضا هذا اياد العفو اقول هذا اياد القنيبي وغيره وكل رجال الدين على عين وراسي لكن لا تعطوهم اكبر من حجمهم، حجمهم اناس يقدمون لكم معرفه تعجبكم، لكن لا لا تعطونهم فرصه يديرون شؤونكم، هو هو هذه البهرجه اللي يقومون بها باكملها حتى يستغلوكم ويقودوكم لتحقيق معارفهم. ما, آه ما آه الذي آه قدم لك اياد آه القنيبي آه مثلا او عدنان ابراهيم، ما الذي قدمه لكم؟ ما له هو يناقش القضايا ما لها علاقه بحياتك لا لها علاقه بمشاكلك لا لها علاقه بمرضك لا لها علاقه بصحتك لا لها علاقه بمستقبلك لا لها علاقه بالتربيه بالتعليم بالنظام الذي يسيطر على حياتك ويتحكم بشؤونك لا لها علاقه بقضايا الظلم وال... والفساد لا ما لها علاقه هو, هو يتحدث لك انه طاعه الله ورسوله وانتم لم لا تسيرون على الطريق الصحيح مصاركم 1500 سنه وين الطريق الصحيح يعني يقول لك لا انتم المشكله انتم لا هذا ليس هذا الدين الصحيح زين ولو دي... لو في دين صحيح كان ظهر المشكله حتى اذا هذا خلل بالتطبيق الدين الصحيح فالمشكله بالدين نفسه، لانه لو كان صحيح ما كان يطلع تطلع اخطاء. وانا دائما اقول انت عندك مؤسسه وسويت قانون هذا قانون ينظم عمل هذه المؤسسه وعدم يمشي عمل هذه المؤسسه بشكل ممتاز مثل هذه الشركات الدول العالم المختلفه وتنجح هذه المؤسسات وهو السبب؟ ليس السبب الموظفين فقط انما النظام الذي الذي جرى تطبيقه عليهم فعندما يحدث خلل يقول لك لا ما يقول لا هذا الموظفين فاسدين لا يقول لك لا يقول لك السيستم اللي نشتغل عليه هنا الخلل في السيستم بعد الخلل في الدين الذي يروج له هؤلاء سواء كان الدين المعتمد رسميا او او المامول به واقعا او الدين الذي ياتي به القنيبي وامثاله او ياتي به عدنان ابراهيم وامثالهما وهكذا اسف على الطاله ومع السلامه